السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة تودي باك، ان شاء الله كده يا رب تعجبكم. الخيط اللي انا هستخدمه هو خيط مكرمية بيور، وهستخدم معاه ابرة مقاس 3، وكمان هنحتاج ماركر. فيلا كده بينا على طريقة العمل. بس قبل ما نبدأ بفكركم، لو لسه بتشوفوني لأول مرة وحابين تستفيدوا من المحتوى اللي بقدمه، ما تنسوش تضغطوا على كلمة اشتراك وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني إشعار أول ما نزل أي فيديو جديد. كمان بقى ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تضغطوا لي على لايك وتشجعوني بكومنت. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. هنبدأ نعمل عقدة بداية. وهنرتفع 17 سلسلة، 3 4 5 لما ارتفعت 17 سلسلة هرتفع كمان 3 سلاسل، 1 2 3، هسيب 1 2 3 وهروح في السلسلة الرابعة، بس هشتغل في ظهر السلاسل. شايفين الارتفاعات دي هي اللي بروح واشتغل فيها. هروح في ظهر السلسلة رقم 4، 1 2 3 4، وهاجي في ظهر السلسلة الرابعة وهبدأ اشتغل 6 عمود بلفة، 1 2 بلفة كمان معاهم الارتفاع التلاتة سلسلة ده بمثابة عمود، يبقى أنا كده مجموع العواميد هنا 7 عمود بلفة. هبدأ أشتغل في كل غرزة بتقابلني، برضو بشتغل في ظهر السلاسل. في كل غرزة كده بتقابلني هشتغل عمود بلفة. هفضل شغالة كده في كل غرزة بتقابلني عمود بلفة لحد ما اوصل للآخر وبعدين ارجع لكم. كده انا بعد ما خلصت كل غرزة العمود بلفة هنا وجيت على آخر غرزة هشتغل فيها 7 عمود بلفة. يبقى آخر غرزة هيكون عدد العواميد فيها 7. اول واحد هعلمه، اتنين، تلاتة، أربعة، الرابع ده هحط فيه ماركر، 4 5، ستة، سبعة. آخر عمود برضو هحط فيه ماركر. يبقى أنا اشتغلت في الغرزة دي 7 عمود، علمت أول عمود والعمود اللي في النص، يبقى هنا 3 عمود وهنا 3 عمود، والعمود اللي في النص اللي هو رقم 4 علمته بماركر. هبدأ أشتغل على الناحية التانية فوق كل عمود عمود، وهاخد الخيط ده كده معايا وانا شغالة انضفه.
عايزة أقول لكم برضو إن الناحية التانية هنا هنعلم أول عمود اللي هو ارتفاع الثلاثة سلسلة، والعمود رقم 4 دي 1 2 3، الرابع ده هنعلمه بماركر، وبعده 1 2 3. يبقى أنا حطيت ماركر في النص بين التزايد اللي أنا اشتغلته ده. هبدأ بقى إن أنا في الناحية التانية دي فوق كل عمود أشتغل عمود، هاجي كده فوق أول غرزة وأبدأ إن أنا أشتغل عمود. خدوا بالكم إن مجموع العواميد في الناحيتين يكون 15 عمود. إيه أنا ليه اشتغلت في ظهر السلاسل في بداية السطر؟ إيه هقول لكم دلوقتي. طبعا الغرز في أول سطر بتكون ضيقة شوية. طيب إيه ليه أنا اشتغلت في ظهر السلاسل في بداية السطر أو في أول الشغل خالص؟ شايفين كده هنا كده ما بيحصليش فراغ بين الناحيتين، لما نكمل السطر مش هتلاقوا فيه فراغ، على خلاف لما اشتغل في الغرزة في الحلقة الخلفية بتاعتها على طول وابدأ الشغل بتاعي، ما اشتغلش في ظهر السلاسل، بيحصل هنا عندي فراغ في الشغل. فهنشوف دلوقتي بعد ما نخلص السطر ده ان السطر من النص هنا مش هيكون فيه اي فراغات. هكمل كده لاخر السطر فوق كل عمود عمود، وبعدين ارجع لكم علشان نقفل السطر ونطلع للسطر اللي بعده. انا كده جيت لاخر السطر، شايفين بقى هنا عندي بعد ما خلصت الشغل مفيش عندي اي فراغات في نص الشغل بتاعي، علشان كده بنشتغل في ظهر السلاسل في بداية السطر او بداية الشغل بتاعنا. هاجي هنا في ارتفاع الثلاث سلاسل 1 2 3، هاجي في الغرزة الثالثة وهقفل بغرزة منزلقة. ده كده اول سطر معايا، هرتفع 1 2 3، هشتغل في نفس المكان كمان عمود، يعني اشتغلت في أول غرزة تزايد، في الغرزة رقم 2 برضو تحت الحلقتين هشتغل 2 عمود. يبقى أنا كده بشتغل تزايد الغرزة الثالثة كمان فيها 2 عمود، 1 2 في نفس المكان. الغرزة بقى اللي في النص دي هاجي فيها واشتغل 3 عمود. الغرزة اللي انا كنت معلماها في النص هشتغل فيها 3 عمود، 2 3. الغرزة اللي بعدها أو التلات غرز الباقيين هشتغل فوق كل واحدة 2 عمود. اللي بعدها 2 عمود. وآخر غرزة برضو 2 عمود. الغرزة الأخيرة دي هعلمها، والتلات غرز اللي أنا اشتغلتهم في نفس المكان هعلم الغرزة اللي في النص بالماركر. أنا كنت اشتغلت هنا فوق كل غرزة في 3 غرز، اشتغلت فوق كل غرزة منهم 2 عمود، وجيت في الغرزة اللي أنا كنت معلماها هنا في النص اشتغلت فيها 3 عمود، هعلم فيهم الغرزة اللي في النص، وهبدأ هنا فوق كل عمود أشتغل عمود.
هخلص كده فوق كل عمود عمود بدون أي هخلص كده فوق كل عمود عمود بدون أي تزايدات لحد ما نوصل للتزايد اللي في الناحية التانية، وبعدين أرجع علشان أتزايد مع بعض. أنا هنا كده جيت لمكان التزايد التاني، هشيل الماركر واشتغل فوق العمود ده 2 عمود، يعني هعمل هنا تزايد في أول عمود هشتغل فوقه 2 عمود، وهعلم أول غرزة اشتغلتها في التزايد. العمود التاني هشتغل فوقه 2 عمود، العمود التالت هشتغل فوقه برضو 2 عمود، دلوقتي هاجي للغرزة اللي في النص هشتغل فيها 3 عمود. التاني التالت في نفس المكان. العمود رقم 2 من ال3 عمود دول بحط فيه الماركر زي ما عملت بالظبط هنا. هاجي فوق ال3 غرز دول، فوق ال3 غرز دول فوق كل غرزة هشتغل فيها 2 عمود، يعني فوق كل غرزة هشتغل تزايد، فوق كل عمود 2 عمود. وآخر غرزة برضو هشتغل فيها 2 عمود. أحط الماركر في آخر غرزة في التزايد عندي، وأبدأ أشتغل الناحية دي فوق كل عمود عمود. هخلص كده ان انا امشي فوق كل عمود عمود لحد ما اوصل لاخر السطر، وبعدين ارجع لكم علشان ننهي السطر ونطلع للسطر اللي بعده. انا كده خلصت السطر، هاجي في ارتفاع ال3 سلاسل وهقفل في الغرزة الثالثة، هقفل بغرزة منزلقة، هرتفع 3 سلسلة 1 2 3، وفي نفس المكان هشتغل كمان عمود. الغرزة اللي بعدها تحت الحلقتين هشتغل عمود، يبقى أنا في أول غرزة كان فيها ارتفاع ال3 سلاسل اشتغلت في نفس المكان عمود، يعني عملت في أول غرزة تزايد، تاني غرزة اشتغلت عمود واحد، الغرزة اللي بعدها هتكون تزايد، يعني 2 عمود في نفس المكان. ادي 1 2، الغرزة اللي بعدها هتكون عمود واحد، يعني بشتغل غرزة تزايد وغرزة فرد، اللي بعدها هتكون تزايد. يعني 2 في نفس المكان، اللي بعدها هتكون فرد، اللي بعدها هتكون تزايد، 2 في نفس المكان، 2، وهاجي للغرزة دي هشتغل فيها 3 عمود، 1 2 3، هعلم الغرزة اللي في النص وهبدأ أشتغل في الغرزة اللي بعدها 2 عمود، اشتغلت عمود هشتغل في نفس المكان كمان عمود،
الغرزة اللي بعدها هتكون عمود واحد بس، اللي بعدها هتكون تزايد، اللي بعدها هتكون عمود واحد، اللي بعدها تزايد، هنا تزايد، هنا عمود واحد، وآخر غرزة تزايد. هفضل مكملة فوق الخمستاشر عمود، هشتغل خمستاشر عمود، هبدأ فوق كل عمود كده بدون أي تزايدات، أشتغل العواميد اللي في الجنب دي وعددهم خمستاشر عمود، هخلص كده لحد ما أوصل لمكان التزايد التاني وبعدين أرجع لكم. كده هنبدأ التزايد في الناحية التانية، هنكرر بالظبط اللي احنا عملناه الناحية دي، فهنيجي في أول غرزة هشتغل اتنين عمود، وهعلم أول غرزة في التزايد، الغرزة اللي بعدها هتكون عمود واحد بس يعني بدون تزايد، الغرزة اللي بعدها تزايد، برضو بمشي غرزة تزايد وغرزة فرد، اشتغلنا تزايد فرد تزايد، فرد يعني غرزة واحدة بس، اللي بعدها تزايد، اتنين في نفس المكان، اللي بعدها عمود واحد بس، اللي بعدها تزايد، الغرزة اللي في النص دي هشتغل فيها 3 عمود، واحد اتنين تلاتة، وأعلم الغرزة التانية في ال3 غرز دول، هشتغل الغرزة اللي بعدها تزايد، واحد اتنين في نفس المكان، اللي بعدها فرد يعني غرزة واحدة بس، اللي بعدها تزايد، اللي بعدها فرد، اللي بعدها تزايد، فرد، وآخر غرزة معايا هتكون تزايد، واحد اتنين، وهعلم برضو آخر غرزة في التزايد، وهبدأ أشتغل فوق الخمستاشر عمود 15 عمود بدون أي تزايدات، هخلص كده لحد ما انهي السطر وبعدين ارجع لكم. هنا بعد ما وصلت لآخر الدور هاجي في السلسلة الثالثة وهقفل بغرزة منزلقة، هنا هنشيل الماركر اللي احنا كنا بنعمل فيه التزايد في النص، هنا هنشيله خلاص ما عدناش محتاجينه، والناحية التانية برضو هنشيل. هرتفع هنا 3 سلسلة، 2 3، هاجي في نفس المكان هشتغل عمود،
يعني أول غرزة عندي تزايد. التزايد في السطر ده هشتغل غرزة تزايد وغرزتين فرد، يعني الغرزة الجاية دي هتكون غرزة واحدة بس. واللي بعدها غرزة واحدة، اللي بعدها هتكون تزايد. واحد، اثنين، اللي بعدها فرد، اللي بعدها عمود واحد بس، اللي بعدها تزايد. واحد، اثنين. يبقى أنا هفضل ماشية لحد ما أوصل لآخر التزايد، غرزة تزايد وغرزتين فرد، غرزة تزايد وغرزتين فرد. هنفضل ماشيين كده لحد ما نوصل لآخر التزايد ده، وبعدين أرجع لكم. طيب أنا كده هنا خلصت التزايد اللي في الناحية دي، كان بدايته تزايد فرد فرد تزايد فرد فرد، كنت ماشية التزايد بتاعه ده أول التزايد بتاعي كان تزايد فرد فرد تزايد، ده مشيت كده غرزة تزايد وغرزتين فرد لحد ما خلصت التزايد. وبعدين هشتغل هنا 15 غرزة فوق العواميد الأساسية ما فيهاش أي تزايد، وبعدين هبدأ التزايد نفس اللي أنا عملته هنا هعمله هنا بالظبط. أول غرزة تزايد غرزتين فرد، غرزة تزايد غرزتين فرد، هخلص كده التزايد هنا لحد ما أوصل لآخر غرزة في التزايد، وبعدين أبدأ أشتغل فوق ال15 عمود، 15 عمود بدون أي تزايدات، وبعدين هرجع أقفل معاكم السطر ونطلع للسطر اللي بعده. طيب أنا كده خلصت التزايد في الدور ده كله، هاجي أقفل في السلسلة رقم 3 بغرزة منزلقة، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، في نفس المكان هشتغل كمان عمود، يعني أول غرزة عندي هتكون تزايد. الغرزة اللي بعدها هتكون غرزة واحدة بس. التزايد في الدور ده هشتغل تزايد 3 فرد، تزايد 3 فرد، يبقى أنا اشتغلت تزايد 1 2 3، هشتغلهم بدون أي تزايد، 3 غرز بدون تزايد. 2 3، وبعدين تزايد، 1 2، بعدين اشتغل 3 غرز بدون تزايد، 1 2 3، وبعدين الغرزة الرابعة تزايد، 1 2، بعدين أشتغل 3 غرز بدون تزايد، 1 2 3، والرابعة تزايد، 1 2، وبعدين أبدأ أشتغل 3 غرز بدون تزايد، والرابعة تكون تزايد. يبقى أنا التزايد عندي في الدور ده، التزايد اللي هعمله هنا هو بالظبط اللي هبدأه واشتغله هنا. أنا هنا بدأت بتزايد 3 فرد، تزايد 3 فرد، هخلص كده كل الغرز دي لحد ما اوصل للماركر اشتغل التزايد بتاعي اللي هو تزايد 3 فرد والرابعة تزايد، تزايد 3 فرد والرابعة تزايد، هفضل شغالة كده لحد الماركر، وبعدين ابدأ اشتغل فوق ال15 عمود، 15 عمود من بداية الماركر ده، ابدأ اشتغل تزايد وبعدين 3 فرد، تزايد 3 فرد، تزايد 3 فرد لحد ما اوصل للماركر ده، وبعدين اشتغل فوق ال15 عمود، 15 عمود، خلص كده كل السطر ده لحد ما اوصل للاخر، وبعدين نيجي نقفله مع بعض ونطلع للسطر اللي بعده.
طيب أنا كده بعد ما خلصت القاعدة ووصلت لآخر دور، فهاجي هنا هقفل في تالت غرزة من الارتفاع بغرزة منزلق. دلوقتي احنا هنوقف تزايد، فهنشيل الماركر ده، خلاص احنا ما عناش محتاجينه. عايزة اديكم كمان مقاسات القاعدة. القاعدة دي العرض بتاعها 13 سنتي، والطول بتاعها 24 سنتي. هنرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. هاجي في الغرزة اللي بعدها تحت الحلقتين هشتغل عمود، سلسلة في نفس المكان هشتغل كمان عمود، في نفس المكان بشتغل كمان عمود. يبقى أنا ارتفعت 3 سلاسل، في الغرزة اللي بعدها اشتغلت عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها عمود، بشتغل تحت الحلقتين. هسيب غرزة أو هتخطى غرزة واروح للي بعدها اشتغل فيها عمود. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها عمود، سلسلة، في نفس المكان كمان عمود. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها عمود. هسيب غرزة واروح للي بعدها اشتغل فيها عمود. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها عمود، سلسلة، عمود، عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان. الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود. يبقى السطر كله ده بتاعي، ان انا بشتغل عمود. شايفين انا بدأت بـ3 سلاسل، الغرزة اللي بعدها يعني مجموعات، شايفين كده المجموعة دي بشتغلها كده ورا بعضها، وبعدين اتخطى غرزة واشتغل مجموعة جديدة عبارة عن عمود. الغرزة اللي بعدها بشتغل فيها غرزة الفي اللي هي عبارة عن عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان. والغرزة اللي بعدها بشتغل عمود، وبعدين اتخطى غرزة، وبعدين ابدأ اكرر عمود. الغرزة اللي بعدها بشتغل غرزة الفي اللي هي عبارة عن عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان. والغرزة اللي بعدها اشتغلها عمود، وبعدين ابدأ اكرر ان انا اسيب غرزة، وبعدين الغرزة اللي بعدها اشتغل عمود، الغرزة اللي بعدها عمود، سلسلة، عمود في نفس المكان، وبعدين الغرزة اللي وراها على طول أشتغلها عمود، وبعدين أبدأ أقرر إن أنا أتخطى غرزة وأبدأ أقرر المجموعات بتاعتي. هخلص كده لحد ما أوصل لآخر السطر، وبعدين أرجع لكم علشان نكمل مع بعض. أنا كده جيت لآخر السطر فاشتغلت عمود، الغرزة اللي بعدها اشتغل عمود، سلسلة، عمود، عمود، سلسلة، في نفس المكان عمود. الغرزة اللي بعدها عمود. هتخطى غرزة، ودي كده أول مجموعة عندي. هاجي هنا هقفل مش في ارتفاع الـ3 سلاسل، هروح في أول عمود تحت الحلقتين وهقفل بغرزة منزلقة. أنا عندي هنا مجموعات أهي أهي، شايفين؟ طيب هاجي في الفراغ الأول ده، في أول مجموعة شايفين الفراغ ده، هدخل فيه كده واشتغل غرزة منزلقة. هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3،
وهشتغل في نفس الفراغ عمود سلسلة، واشتغل في نفس الفراغ كمان عمودين، واحد اتنين، يبقى كأني بشتغل غرزة صدفة، عمودين سلسلة عمودين. تمام، ادي كده اول ايه مجموعة معايا. هاجي للفراغ اللي في اللي كونته الغرزة اللي احنا كنا بنشتغلها عمود سلسلة عمود، شايفين الفراغ ده، هدخل فيه واشتغل عمودين سلسلة في نفس الفراغ، أشتغل في نفس الفراغ، أشتغل كمان عمودين، واحد اتنين، أروح للفراغ اللي في المجموعة اللي بعده اللي هي كونتها السلسلة اللي كنا بنشتغلها، وأشتغل غرزة صدفة عمودين سلسلة عمودين. يبقى هفضل مكملة السطر ده كله، إن أنا بشتغل في الفراغات اللي كونتها السلسلة عندي عمودين سلسلة عمودين، هفضل أخلص كده السطر ده كله لحد ما أوصل للنهاية هنا، وبعدين نيجي نقفل السطر مع بعض ونطلع للسطر اللي بعده. أنا كده خلاص وصلت لآخر السطر، شايفين ده كده شكل الغرزة. هاجي هنا مش هقفل برضو في ارتفاع الثلاث سلاسل، خدوا بالكم علشان دي هتكون قفلة السطر بتاعت كل دور، هي الخطوة دي اللي هنعملها في بداية كل أول سطر. إذا أنا مش بقفل في ارتفاع الثلاث سلاسل، بروح أقفل في أول عمود تحت الحلقتين كده وأقفل بمنزلقة، واجي في الفراغ ده أشتغل فيه غرزة منزلقة، بدخل كده أسحب الخيط وأطلع كمان من الحلقة اللي على الإبرة، وأبدأ أرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وأبدأ أكرر نفس اللي أنا عملته في السطر اللي فات، إن أنا بشتغل في الفراغ عمود سلسلة، في نفس الفراغ أشتغل عمودين. اشتغل في نفس الفراغ كمان عمود، يبقى اشتغلت عمودين بما فيهم الارتفاع، اشتغلت الارتفاع 3 سلسلة، عمود كمان سلسلة عمودين في نفس الفراغ. هروح للفراغ اللي بعده واشتغل فيه عمودين سلسلة عمودين في نفس الفراغ، واحد اتنين. برضو هروح للفراغ اللي بعده، ماليش دعوة بالفراغ ده اللي بين الـ الصدفة والصدفة، ماليش دعوة بالفراغ ده، أنا بروح في فراغ الصدفة نفسه، الفراغ ده اللي هو بين العمودين سلسلة عمودين، بشتغل فيه، اشتغل فيه عمودين سلسلة عمودين في نفس ايه الفراغ، عمودين في نفس الفراغ. فهنفضل مكملين السطر كده ونيجي نقفل زي ما قفلنا بالظبط في أول عمود، مش في ارتفاع ال3 سلاسل، بقفل في أول عمود تحت الحلقتين بغرزة منزلقة، واجي في الفراغ أشتغل غرزة منزلقة، وأبدأ إن أنا أرتفع 3 سلسلة وأشتغل غرزة صدفة في الفراغ ده. هتكون دي بداية كل سطر، وهنبدأ إن احنا نرتفع بعدد من الأدوار لحد ما أوصل كده هفضل كده ارتفع بعدد من الأدوار، وبعدين ارجع لكم علشان اقول لكم ارتفعنا كام سطر، وبعدين نكمل باقي الشنطة مع بعض. طيب انا هنا كده بعد ما ارتفعت بعدد من الأدوار، كان من بداية خالص ما اشتغلنا الغرزة اول سطر لحد ما وصلت لآخر سطر، كان عدد السطور اللي ارتفعتها 22 سطر. هنا انا هقطع الخيط، خلاص انا قفلت في اول عمود بغرزة منزلقة، هرتفع بس كده سلسلة وهشد الخيط هنا.
هنا انا عايزه اقول لكم ان انا قسمت الشنطه، يعني نتني كده الشنطه او نعد العدد السطور، عدد السطور اللي هنا. يعني احنا نجيب الشنطه كده نعد دول قد ايه وناخدهم بالنص كده، وكذلك الناحيه التانيه. يعني لازم عدد الغرز اللي في الوش يكون نفس عدد الغرز اللي في الظهر، وبعدين نبتدي نقسم الغرز او عدد السطور اللي احنا اشتغلناها، يعني الصفوف اللي احنا اشتغلناها دي نبدأ نقسمها على 2 بحيث ان يكون النص هنا والنص هنا. وحطيت الماركر، فهبدأ كده ان انا اجيب الخيط. انا هنا هغير اللون، فهشتغل باللون الاسود ده. كده اول عمود وده تاني عمود. انا هاجي في اول عمود وهسحب الخيط. طبعا اللي حابب يكمل الشنطة بنفس اللون، يعني كلها تبقى لون واحد، مفيش مشكلة، بس انا علشان الخيط للأسف خلص معايا وكنت عايزة اكمل لكم الفيديو، فاضطريت ان انا اغير اللون. هشتغل في تاني عمود غرزة منزلقة. يعني انا سحبت الخيط من اول عمود تحت الحلقتين وهدخل في العمود التاني تحت الحلقتين وهشتغل غرزة منزلقة، وهروح برضو في الفراغ اشتغل غرزة منزلقة بالشكل ده. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هشتغل في نفس الفراغ كمان عمود وهشتغل سلسلة في نفس الفراغ كمان عمود، 1 2. طيب هروح للفراغ اللي بعده في الصدفة اللي بعدها وهشتغل في الفراغ 2 عمود، 1 2 سلسلة في نفس الفراغ كمان 2 عمود، بشتغل فوق الصدفة صدفة. هفضل مكملة كده ان انا بشتغل فوق الصدفة صدفة لحد ما اوصل للماركر التاني وبعدين ارجع لكم. انا كده جيت لاخر السطر، في اخر غرزة صدفة دي هشتغل فيها 2 عمود، 1 2. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هلف الشغل، هروح اشتغل فوق الصدفة دي صدفة كاملة، 2 عمود سلسلة، 2 عمود. هفضل شغالة كده فوق كل غرزة صدفة، هشتغل فوقها غرزة صدفة لحد ما اوصل لآخر السطر وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا كده جيت لآخر السطر، في آخر غرزة صدفة هشتغل فيها 2 عمود. يبقى دايما في آخر السطر هشتغل في غرزة الصدفة 2 عمود، مفيش فيها، هشتغل فيها 2 عمود. يعني هعمل في آخر غرزة تناقص، يعني كل آخر سطر هشتغل تناقص. هنا هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هلف الشغل وأبدأ أشتغل عادي خالص في أول صدفة، هشتغل فوقها صدفة، 2 سلسلة، 2. هفضل مكملة كده فوق كل غرزة صدفة غرزة صدفة لحد ما اوصل لآخر السطر وبعدين ارجع لكم نكملوا مع بعض ونطلع للسطر اللي بعده. طيب انا كده جيت لآخر السطر، فاتفقنا ان آخر غرزة صدفة بشتغل فيها 2 عمود، ما بشتغلهاش كاملة، آخر غرزة في السطر بشتغلها نص غرزة صدفة. تمام، هبدأ ان انا ارتفع، 1 2 3، هلف الشغل وهبدأ ان انا اجي فوق اول صدفة اشتغل صدفة صدفة كاملة عادي، انا بشتغل بس اخر السطر نص صدفة، هو ده التناقص بتاعي. تاني عمود في نفس الفراغ، افضل شغالة كده فوق كل غرزة صدفة غرزة صدفة لحد ما اوصل لاخر السطر وبعدين ارجع لكم برضو علشان نقفل السطر مع بعض ونطلع للسطر اللي بعده.
طيب انا كده جيت لاخر السطر، فبرضه فوق اخر غرزة صدفة هاجي فيها واشتغل في الفراغ 2 عمود، يعني نص غرزة صدفة. طيب انا هفضل مكملة كده بعدد من الادوار، وكل دور هتناقص فيه في اخر السطر، يعني هرتفع كده للسطر اللي بعده، ان انا هاجي هنا هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهلف الشغل كده وابدأ فوق اول صدفة اشتغل صدفة جديدة كاملة 2 عمود، سلسلة 2 عمود، وهفضل مكملة غرزة صدفة لحد ما أوصل لآخر السطر واشتغل في آخر غرزة 2 عمود فقط، يعني ما حدش يجي يشتغل فوق الصدفة الأخيرة صدفة كاملة. يبقى التناقص عندي في كل سطر في آخر السطر، إنما بداية السطر برتفع بس 3 سلسلة واشتغل فوق أول صدفة صدفة كاملة وأكمل لآخر السطر. هرتفع كده لحد ما اوصل بقى ان انا يكون عدد الصدفة دي عندي، غرز الصدفة دي يكون عندي بس 2 منها، هفضل ارتفع كده لحد ما يكون عندي 2 غرزة صدفة، وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. طيب انا هنا كده شايفين وصلت بقى معايا 2 غرزة صدفة كاملة، واخر غرزة فيها اخر تناقص معايا هنا هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهلف الشغل وهاجي فوق أول صدفة هشتغل صدفة، 1 2 سلسلة، 2 عمود في نفس الفراغ، والصدفة التانية هشتغل فوقها برضو صدفة كاملة. أنا كده خلاص وقفت التناقص، 2 سلسلة، 2 في نفس الفراغ. طيب أنا كده بقى عندي 2 غرزة صدفة، فهلف الشغل كده وآجي فوق أول عمود مش هشتغل فيه حاجة، هروح لتاني عمود تحت الحلقتين كده واشتغل غرزة منزلقة، وادخل في الفراغ اشتغل غرزة منزلقة، وابدأ ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، اشتغل في نفس الفراغ كمان عمود سلسلة، اشتغل كمان عمودين في نفس الفراغ، يعني غرزة صدفة. هروح للفراغ اللي بعده في الصدفة اللي بعدها هشتغل في الفراغ 2 عمود، سلسلة في نفس الفراغ كمان 2 عمود. مش برتفع ولا حاجة، أنا بلف الشغل وباجي فوق أول عمود ما بشتغلش فيه حاجة، تاني عمود بروح تحت الحلقتين وأبدأ أشتغل غرزة منزلقة، واروح في الفراغ واروح في الفراغ اشتغل غرزة منزلقة برضو، وابدأ من الفراغ كده ارتفع بقى ايه 1 2 3، اشتغل غرزة صدفة في الفراغ. خلاص طبعا انا معايا ارتفاع 3 سلسلة بمثابة عمود، بشتغل كمان عمود سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ، 1 2، وهكذا نفضل مكملين ان انا بشتغل في الصدفة كمان التانية صدفة، ارتفع كده بعدد من الادوار، يعني باجي في الصدفة التانية بشتغل صدفة وبلف الشغل وببدأ اشتغل فوق اول عمود ما بشتغلش فوق اول عمود، وباجي في تاني عمود بشتغل غرزة منزلقة واشتغل كمان في الفراغ غرزة منزلقة، وابدأ ارتفع ب3 سلسلة واشتغل غرزة الصدفة بتاعتي عادي خالص، واكمل الصدفة التانية وابدأ ارتفع للدور اللي بعده. طبعا ده كده ارتفاع طول الايد اللي احنا بنشتغله اللي من اول هنا بقى، طبعا الطول ده زي ما كل واحد حابب فينا يكون طول ايد الشنطة ازاي، في ناس هتحبها تبقى اقصر، في ناس تحب تطولها اكتر، فانا برضو لما ارجع لكم كده هقول لكم انا ارتفعت كام سطر من بداية ما وقفنا التناقص، وكمان هشتغل الجزء التاني ده بالظبط زي ما اشتغلت الجزء ده. هخلص كده بقى وارجع لكم علشان نجمع الجزئين مع بعض.
طيب دي كده الشنطة بعد ما خلصت وارتفعت الأدوار اللي فوق بتاعة الإيد. طبعا اللي حابب يعملها لون واحد مفيش مشكلة، بس أنا عشان اللون ده خلص معايا للأسف فحبيت إن أنا أكمل لكم الفيديو فدمجت معاه اللون الأسود. هنا بقى الاتنين دول من فوق هنجمعهم مع بعض. أنا عايزة بس أديكوا العرض بتاع الشنطة. عرض الشنطة 40 سنتي أو 39 سنتي، 39 سنتي العرض، 39 سنتي. إيه عايزة أقول لكم كمان إن أنا ارتفعت هنا إيه لما بقى معايا 2 غرزة صدفة، ارتفعت 12 سطر غرزة صدفة، والناحية التانية برضو ارتفعت 12 غرزة صدفة. دلوقتي بقى هاجي على الظهر كده مع بعض، هجيب الظهر على بعضه كده وابدأ ان انا بإبرة التنظيف اجمع الغرز دي قصاد بعضها. بالشكل ده الشنطة بعد ما خلصت. إيه عايزة أقول لكم كمان إن القاعدة دي متماسكة جدا، لما بتحطوا حاجة في الشنطة هنا بتكون ماسكة نفسها، ما بتاخدش الحاجة وتنزل لتحت، يعني متماسكة كويس قوي. إيه يا رب كده الشنطة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم. إيه ما تنسوش طبعا لو الفيديو عجبكم تضغطوا لي على اللايك، وكمان لو لسه ما اشتركتوش في القناة يسعدني طبعا انضمامكم للقناة، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني إشعار أول ما أنزل أي فيديو جديد. وكمان لو حابين تعملوا شير للفيديو مع الأصحاب كده عشان الكل يستفيد. أشوفكم بقى في فيديو جديد، باي باي.